بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبدا باذن الله تعالى في هذا اليوم، نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نبدا بدراسه متن الدروس المهمه لعمل الامه للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. سبب الدراسه لهذا المتن نصيحه العلماء، ولعلم الطلاب والطالب لابد ان يرجع بطلب العلم الى النهج والطريق الذي خطط لنا العلماء. وهذه الدروس المهمه ما سماها المؤلف رحمه الله تعالى مهمه. لو قال القائل، وهذا ذكرنا بالامس ايضا، لو قال القائل نعم هذه الدروس مهمه لكن مهمة لعامة الأمة، أنا لست من عامة الأمة، أنا أريد أن أدرس الواسطية أو زاد المعام، زاد المستقنع مثلا أو كذا من الكل. ذكرنا لكم بالأمس أن بعض الطلاب ودعنا الماضيات يحطوا على علم العلماء عجب وغرور ولا يريد أن يسلك الطريق الذي سالك العلماء. فأسأل عما في هذه الدروس من مثلا شروط لا إله إلا الله، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، أركان الصلاة، شروط الوضوء، فروض الوضوء، نواقض الوضوء، إذا عرف الحمد لله وهذا يعني طالب علم. إذا لم يعرف هذا قل عامة الأمة أحسن لا تنظر في حال الطالب. طالب له مع نفسه وذكر ما لكم الناس منها من هذه الحقوق الاخلاص والزهد والقناعه والورع والصدق تواضع، ولا يمكن ان تتكبر وترفع على النفس وترفع خاصه على العلماء وعلى العلم. فبعد هذا لو اردنا ان نفهرس هذا الكتاب وذكرنا لكم ايضا ان الطالب عندما يمتلك كتاب او انزل عليه كتاب ينظر أقل ما يكون في الفهرس وفي المقدمة. هذه الدروس فهرس الشيخ رحمه الله تعالى وجعلها دروس. خلاصة هذه الدروس أن في هذا المتن المبارك فيه كيفية حفظ القرآن، وفيه ما يتعلق بالتوحيد ومضاد التوحيد وهو الشرك، وفي هذا المتن أيضا ما يتعلق بالصلاة، ذكر شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة وفرائض الصلاة، وكذلك ما يتعلق بالوضوء. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بتفصيل الميت وتكفير الصلاة عليه، وذكر الآداب والأخلاق الإسلامية، وهذا أهم ما يكون. سيأتي الله تعالى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية في آخر العقيدة ذكر قبل أن يختم هذه العقيدة ذكر ما يتعلق بالآداب والأخلاق، وأن من طريقة أهل السنة والجماعة في اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة وباطنة، العقيدة لا بد ترفع على سلوك العام. نعم، الدرس الأول الدرس الأول ما هو؟ إخواني لا تتأخر، ما هو الدرس الأول؟ إخواني ذكرنا كل يوم نذكر بهذا، ما الذي يتكلم؟ الذي وجهنا السؤال أربع عشرة استئذان له. نعم هو الله إلا فتح الله عليك الآن ذكرت ما هو الدرس الأول. نعم كيفية حفظ القرآن، ما هو حال السلف مع القرآن؟ هل كان السلف الصالح رضي الله عنهم يقرؤون القرآن أو يحفظون القرآن دون النظر في معاني الآيات ولا التدبر ولا لا؟ هل تركوا حفظ القرآن؟ لا. إذا حال السلف وصل
في كل يوم نقرأ 10 آيات ويحفظوها وانظروا في معاني هذه 10 آيات وتدبروا واستعينوا بالله عليه. إذا في كل يوم حفظ وفي كل يوم نظر وتدبر وفي كل يوم استعينوا بالله على العمل. هذه حال السلف مع القرآن. إذا لم يتركوا حفظ القرآن، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا لم يتركوا حفظ القرآن ولم يحفظوا دون تدبر، حفظوا مع تدبر واستعانوا بالله على نفوس. إذا لابد أن نكون على طريقة السلف، لأن طريقة السلف ليست كلمة تقال باللسان، لابد أن نصدقها العمل. فإذا قال لك رجل أنه يسير على طريقة السلف تسأل ما هو حالك مع القرآن؟ هل في كل يوم تحفظ؟ إذا قال لا تقول أنت لست على طريقة السلف، لأن طريقة السلف في كل يوم يحفظ القرآن 10 آيات، هذا أقل ما يقال يعني في حفظ القرآن أنه يحفظ 10، قد يزيد على هذا. ثم ينظر في تفسير هذه الآيات واستعن بالله. لو قال لك راهب جعلها الأخ قال طيب أنا ما أستطيع أنا 10 آيات تأخذ معي أحيانا التفسير، تفسير هذه الآيات أحيانا تأخذ معي 3 ساعات وأنا أقرأ في تفسير كذا وفي تفسير كذا وفي قرطبي والطبري وابن كثير واحد. نقول ومن قال لك أن تقرأ في هذه الكتب؟ لو ترجع للعلماء لكان هذا ترجع رجعنا للعلماء، ماذا يقرأ الطالب المبتدئ التفسير وهو يحفظ؟ يقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. لماذا؟ قال تفسير مختصر ولا يستطيع أحد يعني من العقلاء العلماء أن يقول أنه هذا ليس على طريقة السلف. وهذا لا يكلف أحيانا يعني القراءة في تفسير ابن سعدي لا يكلف أحيانا في هذه 10 آيات 5 دقائق، هذا سهل جدا. واختار العلماء هذا التفسير، هذا تفسير مختصر سهل واضح يفهم كل أحد من الأحد، واعتنى فيه بالعمل بالقرآن، وهذا الذي نريد نعمل بالقرآن. فدائما يكون معك هذا التفسير. هذا الكتب المهمة اللي ذكرناها بالأمس، ذكرنا كتب التوحيد، واليوم ذكرنا كتاب التفسير، وذكرنا في الحديث بلوغ المرام. فيكون على هذا، يسير على هذا، وبإذن الله يعني سيرى ثمرة القراءة من هذا الكتاب. في بعض الدكاترة عندنا دكتور في التفسير يقول قال لي عندما كنت يعني أول الطلب كنت أقرأ في تفسير ابن سعيد ثم أنتقل إلى تفسير كذا وتفسير كذا وتفسير كذا وتفسير كذا. يقول الآن بعد أن فتح الله علي أصبحت أستاذ دكتور في التفسير، عندما أقرأ في المطولات أرجع إلى تفسير ابن سعيد أجد أن الشيخ رحمه الله جمع كل ما في هذه المطولات بكلام مختصر سهل واضح. فأخذت أفكر أقول لو أنني في أول الطلب عكفت على تفسير السعي لكان خير. إخواني لابد نرجع إلى العلماء في قراءة الكتب في كذا. إذا هذه حال السلف مع القرآن، وسط لا إفراط ولا تفريط، لأن هناك من يحفظ القرآن دون تدبر ولا عمل، وهؤلاء هم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. خوارج يعني يقول انما السهم من الرمي. والله علي وطالب يعني يبتعد عن طريقه السلف وتسال عن تفسير الفاتحه لا يدري عنها وهو كررها في كل ركعه، ما يمكن. ان شارعك هو الابتر. ما معنى شارع؟ يقول لا ادري. كان هجر القرآن لا يعرف شيء، ويبحث مثلا البعض يريد يتعلم اللغة التركية، يريد يتعلم كذا، يريد يتعلم كذا. أقل ما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله
يقول أقل ما يقرأ في التفسير تقرأ تفسير الفاتحة ومن الضحى للناس صلاة الصبح. هذا ما يقول لك شيء أخي، وتستطيع أن تبث هذا بين الناس. يعني تسأل هذا الآخر يوم مثلا تقول ماذا قرأت اليوم في الصلاة في صلاة الظهر؟ يقول قرأت الفاتحة. وبعد ذلك يقول ماذا قرأت؟ يقول قرأت من أعطينا في الكوثر سورة الكوثر. يقول ما معنى الثاني عدد؟ يقول لا أعرف. يقول اسمع أعطيك فائدة لك راجعت تفسير بن سعد، أو ابحث عن معنى ثاني عدد وتخبرني عنه إن شاء الله تعالى في صلاة العصر. لا نمشي ونسير. طيب هذا الدرس الأول. الدرس الثاني ما يتعلق بالتوحيد وما يضاد التوحيد، هذا أخذنا شيء منه أولا الحمد في الأصول الثلاثة وفي القواعد الأربعة. أخذنا في الأصول الثلاثة تعريف التوحيد وأقسام التوحيد ومعنى لا إله إلا الله وكان الإسلام والإيمان والإحسان. يبقى معنا يعني ما أضاف الشيخ لنا رحمه الله شروط لا إله إلا الله. ذكرنا لكم بالأمس أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن المفتاح لا يفتح إلا بالأسماء. هناك من يقول لا إله إلا الله ولا تنفع. نعم، لماذا لم يأتي بشروط لا إله إلا الله؟ من يذكر لي شروط لا إله إلا الله؟ إخوان اتفقنا تحفظ ثم هذا الأمر يعني لا بد أن يكون معروف شروط لا إله إلا الله. قال لك الكافر بين لي شروط لا إله إلا الله حتى أعرفها. تقول لا أدري. قل اذهب أنت أول حتى تدخل في الإسلام إذا لا تعرف شروط لا إله إلا الله. نعم، العلم الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله العلم، اليقين من نفس الشيء. يعني ما معنى العلم؟ ما معنى العلم في شروط لا إله إلا الله؟ ما معنى العلم؟ العلم ضد الجهل؟ أو العلم إدراك الشيء عن ما هو عن إدراك جازم؟ ما معنى؟ ما معنى أن من شروط لا إله إلا الله العلم؟ ما معنى؟ أحد يعرف؟ إخوانا الآن الذي لا يحفظ الشروط، طيب ما معنى العلم في شروط لا إله إلا الله؟ ما معنى العلم في شروط لا اله الا الله؟ العلم هو الذي ينافي الجهل بمعناه. الله يفتح عليك، العلم بمعنى لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، فقبح الله ان ابو جهل اعلم منه باصل الاسلام. اذا الذي يقول لا اله الا الله ويعلم معناه تنفعه؟ لا تنفع. اذا لا بد يعرف معناه لا معبود بحق الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله انه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاه والسلام. عند معايا ضد هذا الجهل، قال هو العلم وضد العلم الجهل بمعنى لا اله الا الله. نعم، اليقين المنافي للشك. اليقين المنافي للشك، يعني لا يمكن ان يشك واحد منهم في ان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، ولا يشك واحد منهم ان محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يقتل. ما يشك ابدا. لو شك فهو كافر نسال الله السلامه. نعم، الاخلاص المنافي للشرك. لان لو يقول لا اله الا الله ويشرك لا تنفع لا اله الا الله. مثال يقول لا اله الا الله ويذبح لغير الله حتى تنفع، لا تنفع. تنفع؟ والله ما تنفع. طيب عندي سؤال. هذا الأخ يقول أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك. ما حكم الرياء؟ من يعرف؟ اللي يعرف يرفع السؤال. ما حكم الرياء؟ نعم. شرك أصغر. فتح الله عليك. طيب لو رأى في الصدقة تصدق هذا الأخ مثلا تصدق البارحة حتى يرى هذا، ما في الصدقة، ما حكم هذه الصدقة؟